يعني بعد عملية مراقبة كما قلنا ومتابعة ورصد لتحركات هذا الشخص أثناء مروره في منطقة العزلية، قامت قوة من الشرطة بنصب كمين له في هذه المنطقة، وعند وصوله تمكنت من إلقاء القبض عليه. طبعا الآن هو موجود في شرطة ضواحي القدس، يتم سماع أقواله بعد ما يتم الانتهاء من كافة التحريات وسماع الأقوال وغيره من الإجراءات التي تتخذها الشرطة. سيتم إحالته إلى الجهات المختصة في القريب العاجل. أولا، هناك الكثير من الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نطلب من الجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات، ونطلب منهم أيضا أخذ هذه المعلومات من مصادرها، يعني نحن لا نخفي شيئا عن المواطن، وهذا الكلام عاري عن الصحة وغير دقيق. في حال تم الطلب بتسليمه سيتم دراسة هذا الطلب من قبل قيادة الشرطة والنيابة العامة والجهات المختصة من أجل دراسة هذا الطلب. يعني بالعادة الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بمحاكمة هؤلاء الأشخاص في معظم الحالات، لكن نحن نقوم بالواجب الملقى على عاتقنا بفرض الأمن والنظام في المجتمع الفلسطيني ومنع أي شخص من تجاوز القانون.